لم يبق بعد كلام الشاعرة الصديقة من كلام آخر، فشكرا لها وأتمسك بما قالته. نحتفل اليوم أو نحيي اليوم ذكرى الثانية لاستشهاد الشهيد شكري بالعيد. هي ذكرى مؤلمة وذكرى عزيزة أيضا. هي مؤلمة لأننا فقدنا عزيزا، فقدنا صديقا، فقدنا مناضلا، ولكنها ذكرى عزيزة لأنها تؤسس لمستقبلا باسما. وسنفعل يعني يجب أن تصبح هذه الذكرى ذكرى وطنية يحييها الوطن بأكمله، ذكرى رسمية. شكري كان صديقا، كان مناضلا، كان صاحب مشروع ثوري، كان مدافعا عن الفئات المهمشة والمحرومة، كان مدافعا عن الحقوق والحريات، كان محاميا فردا دافع عن المقموعين وعن المناظرين، وخاصة أتذكر في قضايا حوض المنجمي حيث كانت قفصة وكأنها أحوز تونس، كنا نذهب كل أسبوع ولا يكل ولا يمل. أرادوا باغتياله اغتيال مشروع ثوري فإذا بحركة الثورية انتشرت. أرادوا باغتياله إطفاء نجما فإذا بعديد النجوم تلألأت. أرادوا باغتياله قمع بسمة فإذا بالابتسامة انتشرت. نحن لا تكفينا، لا أريد أن أطيل، أقول فقط الوعود لا تكفينا كلجنة الدفاع وكمنظمات حقوق المدني. لا تكفينا الوعود بكشف الحقيقة، نريد إنجازا، وسنكون قوة ضغط متواصل حتى نكتشف الحقيقة، كل الحقيقة، من نفذ ومن أمر ومن تواطأ. شكري يجب أن يعني لا يسامحنا أبدا حتى نكتشف الحقيقة، حقيقة اغتياله واغتيال كافة شهداء الوطن. شكري هو شهيد الوطن، ستبقى ذكره خالدة على مر الزمن. شكرا لكم والسلام عليكم.